ايه ده؟ ده هبوط، ده منظر هبوط، ده طيار سيطرة يعمل هبوط كده؟ هبوط ايه يا استاذ؟ الطيارة وقعت دم دم دودودم. وقعت دم دم دودودم؟ يعني ده مش مطار نيجيريا؟ مطار نيجيريا ايه؟ احنا في المطار، حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزة. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اقول لك ايه؟ هفني 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 ايه يا جدع انت؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايه؟ انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. عز حبيبتي خطيبتي، ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها؟ لا مش لاقيه فرده الجزمه بتاعتي. ايه اللي يعني اللي حصل؟ ما في حاجات كتير ضاعت، الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه. ايه مالك يا جماعه؟ هفني هفني، هنعيش اللحظه. يعني احنا كنا هنموت؟ ايوه كنا هنموت. كنا هنموت؟ ايوه بس ربنا ستر. ايوه بس كنا هنموت. الحمد لله. انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي، ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض. والله عندك حق يا بطل. سلام عليكم يا جماعه. ايه ده بقى؟ احنا كده؟ ده احنا اشباح ولا ايه؟ احنا متنا كده؟ احنا كده بقى رحنا في طيس؟ قضيه دي امه اللي عايزه ترفعها مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين. ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ، في قوانين ومواثيق دوليه بتدينا الحق في المطالبه بالتعويض. ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكره. والناس بقى اللي وقعت من الطياره زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغك؟ رد عليها زي ما بكلمك. يا لهو على المتعه. ايه ده؟ ايه الزحليقه دي؟ ده جامده قوي، انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله. ايه ده؟ بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي صراحه، بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك. ايه يا عم في ايه ده؟ انت هطل في مخك بقى. ليه يا عم؟ ما انا شاورت لك عند الشلالات. في ايه؟ شاورت ايه؟ انت فاكر نفسك في دريم بارك؟ ده احنا واقعين من طياره. ايه ده؟ يعني احنا عملنا حادثه؟ ده فقط الذاكره. امال الواد ابني قال لي ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه، والطيارات عمرها ما تعمل حادثه. بقول لك ايه يا انسه؟ معلش، في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا. يا عرباوي يا عرباوي، انت فين يا عم عرباوي؟ ايه يا طلبه؟ في ايه يا عم؟ سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده. انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه. حادثه؟ يعني الشلطه دي كلها طلعت حادثه؟ والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر. سبحان الله، والله دي حاجه حلوه قوي. بس مش حاسك انا كده، مش انت عربه ولا انا اعرفه. مفيش من الخضه بس. لا لا مش انت. والله من الخضه. طب عرباوي. لا 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 عرباوي. اوبا. لا 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 لا. اهو يا عم، ما انا زي الفل اهو. عرباوي ده اللي انا اعرفه. واحده واحده يا تيتا، واحده 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 واحده. انتوا مسندني ليه؟ مسندني؟ ده انا ندوبهم ثلاثه. اوعى. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجه؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح. اوعي. طب يا بنت كده، طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطه؟ نيجيريا المحطه ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمه. بجد؟ يا حاجه اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا الحاج؟ سوريا. لا معرفوش يا حاجة. الطيارة رشقت. أيوة أنا سعيد سعيد جدا بجد، أول مرة أجرب الرشق. الحمد لله. ما تقلقيش يا حاجة، هنظبطها هنظبطها. أنا مش قلقانة، بس قولي إحنا فين دلوقتي. أقول لها إيه دي بقى؟ أقول لها إيه؟ بص يا حاجة، إحنا في جمصة. بجد؟ تنزلي معايا المية ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا أجيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجة بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك إيه؟ ها؟ تعالي بسرعة. خلاصي. نعم. حضرتك المضيفة؟ أيوة. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا أستاذ في اللي احنا فيه ده. إيه يا أما في إيه؟ أجيب من أي كشك هنا بفلوسي وأجيب أربعة فرط كمان؟ إيه يا عم؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟
ايه ده انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبه الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعه. بس زي الساعه، لا بتقدم ولا بتاخر. هاف فاني هاف فاني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير. مين قال لك؟ بتغير ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفني هفني يا جدع. هفني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه، بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا 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 مفيش الكلام ده، هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك. يا رب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ يا هبال خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى النسانيس. ايه؟ هو انت بتكلم مين يا باشمهندس؟ بكلم الشيخ بتاعي. ايه ده؟ هو انت من الجماعه اياهم؟ انا مش منهم بس بحترمهم. والله انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده. انا سافرت كتير قوي، وسافرت الصين، يوم ما انوي اسافر افريقيا الطياره تطلع صيني وتقع، دي حاجه هم والله. ايه ده؟ وايه اللي جابك نيجيريا يا باشمهندس؟ انا جيت يا عم، اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ اه والله. لا خطيبتي. ايه؟ خلاص يا عم. في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ وشغلك بقى في ايه؟ في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ بعمل بقى سعادتك. ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجبه. الحجبه دي؟ لا دي بالفتله دي. بعمل بقى اللي هي الحجابه دي واللي هي والخمسه بقى الكفوف والخرزه الزرقاء والصنادل الصغيره والبسكويت بالملح. لا نتشارك. نتشارك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد حبيبي. ربنا يخليك. طب وايه اللي جابك هنا يا باشمهندس؟ انا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شويه سبح وسجاجيد صلاه، قلت اجي ابيعهم للمسلمين اللي هنا. يعني انت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وانت؟ انا بهايم. قصدك بهيم؟ ايه؟ لا انا جيت نيجيريا هنا عشان سمعت ان البهايم كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. نعم. انا اقصد مش انت بتتاجر في الكلاب اللي بتعمل كده؟ انا بتاجر في البهايم اللي بتعمل كده. ده شغلي بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا احب اعرفكم بنفسي. مروه الشايب، ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده بيدفعنا دفع لعمل وقفه احتجاجيه للتاثير على الحكومه في حل مشكله الطيران اللي اصبحت في اسوأ حالتها. انا معاكي على فكره. وانا معاكم جدا في الموضوع ده، وبقترح اقتراح، ولما اقول في كلمه اقتراح لو بتضايق حد يعني، احنا نعمل الوقفه دي قدام بيت الزواحف. زواحف ايه؟ زواحف النينجا. ولو الزواحف هتتضايق نعمل الوقفه دي بقى قدام بيت الاسد، ونقعد نقول له بقى امك ما تقولش لا، وابوك ما يقولش لا، ونقعد نشلشل ونشتم ونبهدله. يوم يطلع لنا الاسد بقى. لا 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 لا، ما يطلع لناش الاسد، تطلع لنا مرات الاسد. ايه ده؟ تفتكر دي هتطلع؟ لا لا لا، دي سهل التعامل معاها جدا، ما تقلقش حضرتك. ده عسل يا راجل. لا 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 لا. ايه ده بتتريق؟ في ايه؟ ما احنا واقعين في غابه. في ايه يا ماما؟ هفن يا اخواني هفن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ يا حاجة معلش، مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعة في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي، قنبلة وانفجرت. الحفلة تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الدي جي يا عبده. رجلك والجهاز، اوعى رجلك والجهاز، رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ مية مية. شفت الطياره وهي بتقع؟ يا نهار اسوح. يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. هنزق الطياره زقه. اقوم انا جايب التاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا يلا بينا. يلا بينا. يلا هوب. يلا هوب. بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه، ما بتزقش.
وبعدين لو زقته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم، مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله، عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اه اتفضل اتفضل يا معلم، جرب جرب اتفضل، قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش، ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش، بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وطمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وطمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات، انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ما دام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازه الدواء؟ حاضر يا حاج حاضر. الو. اه مشمش. اه بقول لك ايه؟ الطياره عملتها معايا يا معلم. اه. ايوه يا معلم، انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. اه احنا في الغابه، بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا. سلامه ماشي. سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه، الجهاز باظ. يا شيخ الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع. الله، يعني انت بتشتغلنا بقى؟ اه بشتغلكم. عايز حاجه ولا ايه؟ طب يا عم عايز حاجه ولا ايه؟ كمان دي والمسدس ده طلقه في دماغ اي واحد فيكم. لا انتوا فاكريني ايه؟ انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت، طيار ولا معلم؟ معلم ياض معلم، وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده، وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفوق اهو، الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان، لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار، انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير، اشتغلت طيار في ماكدونالدز واشتغلت في بيتزا هات. لفيت يا معلم وانا طيار كده بالساهل. احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، ده احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. ايه ده لو سمحت يا استاذ، وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. اه الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح، اي حد هيتكلم الطلعه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي عشان تبقي فاهمه يعني. يا كابتن. ها. ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا وسايق الطياره وسجارتين، والبت دي جبالي شويه شاي ومية مية وبسمع ام كلثوم، لقيت لك بقى ايه سواق طياره تانيه جاي عكسي ابن اللذينه، وقعد يقلب لي العالي، جنني جنني. رحت انا محوك كده في كده، الطياره عومت معايا، كنت هطلع الرصيف ده الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات، احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات، واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن، احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني، احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقه، ايه المكان؟ على حسب الاشجار اللي انا شايفها دي يعني، يبقى احنا في حي الاشجار. ايه ده انت بعد كل ده جايبنا في اكتوبر؟ وانت ما تعرفش ان احنا في اكتوبر ولا ايه؟ ده الناس كلها عارفه ان احنا في اكتوبر، انت عبيط ياد ولا ايه؟ المهم بقى بالنسبه للاكل والشرب يعني، هنا زي ما انتم شايفين اهو، ما دام في اشجار يبقى في ميه، وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه، ممكن تلاقي مانجا وتلاقي كانتالوب وتلاقي كيوي وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟
ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد انت، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، الحادثه اثرت عليها. سيبيه انا عارفه ابن ماتيلدا دايما عامل لي كده فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط. خش في عيب، خش. واقول لك روح تلات ايام وانده لهم، بس ودين يوم التلات لوري لك، بس هم يجوا. بس يجوا الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش يابا، عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعدي علينا يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ نبات هنا. دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. حد شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللادغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل اتفضل، الكل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، انتوا شوفوا لكم اي حته ثانيه تناموا فيها. لا ايه ايه ليه؟ هو احنا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط. ما هم الناس دول بتوع كلامه وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا. انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ انا عارف كده، هم كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. أهو خليني منك انت. ده ايه؟ لو شكلك هاكل لحمة. انت بتقلب لبقرة على طول ليه كده؟ لا مغلول، خليني منك انت. انت كده مغلول؟ انت كده مهبول. لو شكلك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعة كل يخش على الطيارة، كل يخش على الطيارة. يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائرة رحلة رقم 1313 التوجه إلى الطائرة. ونبي أخوانا حد يجي ياخد الست الكبيرة دي يدخلها لنا جوه. يلا. يلا. يلا طبعا. يلا. 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 يلتين يلا ثلاثة. يلا. ده أربع ليات يلا. ليات يلا. يا سلام يلتين. يلا. يلا ومال. يلا. 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 بقول لك إيه يا بقرص؟ إيه يا حاج؟ هو في ست كبيرة هنا؟ بس اتحرقت يا حاجه الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجه ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعوديه؟ يا حاجه احنا في جده دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجه والله.